كتير من البنات بتعاني من ان هي جدا خجولة، وان الخجل ده ازاي انت كبنت تستخدمي خجلك او زوجة تستخدمي خجلك كصفة مغرية، يعني تحولي الخجل اللي هو ممكن يكون عائق بينك وبين زوجك انه هو يبقى في حد ذاته شيء جدا مغري لجوزك، وتتغلبي عليه وتبقي مرأة مغرية في نظره. حلقة النهاردة جدا جميلة وجدا جريئة، فلو انت مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي تفعلي زر الجرس ونعمل لك الفيديو ويلا بينا. عايزة بس اقول حاجة قبل ما نبدأ، احنا خلاص يعتبر اخر محاضرة نزلت في كورس الاغراء، الدفعة الاولى والتانية خدوه، فان شاء الله الدفعة التالتة هتبقى في شهر 9. فبالذات البنات الخجولة انصحكم بشدة ان انتوا تنضموا معانا في كورس الاغراء تحديدا، هيساعدك كتير 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 وهيعلمك تقنيات كتير. انا هحاول النهاردة افتح معاكي افكار، ولكن بقى عشان تبقي بروفيشنال وتوصلي للليفل السحابي الناري خدي معانا الكورس، هتلاقوا الرابط في صندوق التعليق واول في صندوق الوصف واول تعليق. ولو انت بنوته كده بتتخبسي وبتتفرجي على الحلقه وانت لا متجوزه ولا في عريس ولا في بتاع، يبقى لازم تحضري معانا كورس الانوثه وتبداي خطوه خطوه تعزيزي انوثتك عشان ان شاء الله تلاقي شريك الحياه المناسب. هتلاقي برضو الرابط في نفس الصندوق. طيب خلينا نبدا. اول حاجه بتتميز بيها المراه الخجوله هي نظراتها، هي نظراتها بتبقى نظرات اهدى ومش بتعرف تبص بشكل حدي بشكل واضح او عينها. انت ممكن تقلبي ده، بدل ما انا نظراتي تبقى مكسوره مش عارفه ايه، تقلبي نفس العين نفس الكثفه اللي هي انت ما بتقدريش تبصي قوي الجزء في المواقف، نفس الحركه اللي بتبان فيها اهتزاز وفيها زي ما بيقولوا يعني عدم ثقة وكده بتتفسر كده، تقلبيها لشكل ممتع وجميل للرجل ببساطة. ايه؟ تخيلي اللي يقلب النظرة اللي هي بتاعت اللي هو انت بصة كده، اللي يقلب دي النظرة دي من واحدة مش واثقة في نفسها ومش حلوة لمرأة مثيرة ومغرية وكذا كذا، حاجة واحدة بس الابتسام بس كده. يعني بدل لما انت تبقي بصة لزوجك نظرة اللي هو ايه انت النهارده حلوه قوي، هي نفس بصي انت النهارده حلوه قوي اللي هو ايه شايفه بس. يعني الموضوع جدا بسيط، انت جواكي انا مكسوفه بس انا حلوه قوي، انا مكسوفه بس انا ايه حلوه قوي. نظره مجرد الابتسامه مع كسره العين اصلا ده في حد ذاته شكل مغري، مش هينفع فوريفر. عشان بس دول تبقوا فاهمين البنات الخجوله قوي، واللي انا دلوقتي بحاول اترجم كل خجلك لاشكال اكتر اثاره، انت مش هينفع تفضلي فوريفر ده. انا هزق معاكي 6 شهور سنه، لكن من بعد سنه لازم تتحولي للمراه اللي موجوده في كورس العلاقه في كورس الاغراء. ليه؟ لان هو اخره معاكي سنه، مجرد يجي عيال بقى وهنفضل نعمل كده هتلاقي الراجل طار منك. اسمعي بس مني انا بقى، احنا في الاول بس عشان اعودك عليه تمام، لاني مش من بنت خجوله جدا لست بقى جريئه ونظرات وهمسات، لا خلينا واقعيين. انا بس عشان ما تقعديش سنه كامله مع جوزك اللي هي فتره الخجل، او انت ما زلتي في لسه ما ممكن تكون واحده بقى لها 10 سنين ما مش هتتحولي، فانت هتمري معايا بالحلقه دي ثم الشكل المغري جدا اللي في الكورس، لكن مش هنعيش عمرنا كله مكسورين ونتحكلوا كده. انت مش هتجيب دي خالص، هي بتجيب لفتره تمام. طبعا مش غلط ان انت تحاولي تبرري مثلا يعني مثلا الست الخجوله مش بتقول كلام كتير، فلما هو يقول حاجه تعمل ايه؟ تقولي جمل دايما فيها نوع من انواع السبورت، يعني تبقي بس اكتيف ليسنر، يعني تبقي مستمع جيد، مستمع جيد، بدل انت مش بتعرفي تتكلمي قوي عشان انت خجوله ومش عارفه ايه. طيب ازاي تقلبي ده لحاجه سكسي؟ انك تبقي بتسمعي بطريقه اكتيف، بطريقه جميله، بطريقه حلوه، انك ايه زي ما بيقولوا بتاكدي كلامه. مثلا هو بيقول ايه؟ ورحت وجبت وبعدين انا، وبعدين انا بخرج كتير وانت بتخرجي. لا عندك حق، الخروج فعلا حلو بيغير المود، بس ما بكلمش كتير. ايوه صح كلامك صحيح، نفس انا ساعات ببقى كده برضه. كم كلمه احفظي لك 5 6 جمل وتدربي عليهم قدام المرايه بشكل رقيق كده، اللي هو انا كلامك حلو، لا ليك وجهه نظر، انا فاهمك، ويحكي يحكي يحكي هو وانت ست زي القمر قاعده اوكي بتسمعي. هل تتخيلي ان في راجل ما بيحبش اللقطه دي؟ لا بيحبوها ساعات، ده هم بيتمنوا ان الست ما تفقدهاش 100%. يعني ساعات الراجل يحب الست تقعد تتكلم معاه وتبقى جريئه وتحكي له قصص وبتاع، بس هو ساعات كتير بيبقى عايزه شكلها مزه وقاعده تسمع، دي متعه برضه.
فلعبي بقى على دي فتره. اوكي طبعا الحاجه الثالثه او الاساس، لو انت مراه خجوله ما ينفعش يبقى شكلك مش واو. قاعده كده، القاعده بتقول ايه؟ بتقول انا مراه خجوله يبقى ساعد نفسي بشكلي، انا مراه خجوله يبقى ساعد نفسي بايه؟ بشكلي. تحاولي قدر الامكان تبقي دايما فائقه الجمال والرونق، يعني ريحتي حلوه قوي، شعري متظبط كده وبيهفهف وفي ريحه، فستاني رقيق وناعم، سواء بقى ايه قاعده عادي او اختار بقى لانجري يكون كده ايه، مش لازم جريء، مش لازم جريء، بس ممكن يكون في حركه، في فكره، في لمحه، تمام. العب على العطور، يعني لازم اساعد نفسي بكل المثيرات الخارجيه. ليه؟ لان انا كشخص مش بتصرف، يعني مش انا الست اللي تقوم قايله وعامله صوت وعامله، فاساعد ابقى ايه، تحسي جاهزه كده ان اي حد ينقض عليا، يعني تعاملي ان انت ايه تكوني جاهزه للانقضاض. مش هقدر اوضح اكتر من كده، يعني في كورس الغراء احنا قلنا وايه الفيتشرز كمان، يعني تلعبي على من 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 منبت راسك لاصبع قدمك، احنا قلنا ازاي كل جزء في جسمك يبقى مثير، مفيش اكتر من كده. طيب يبقى احنا مش قادرين نعمل اكشنز مثيره جدا، يبقى شكلنا في حد ذاته مساعدين نفسنا ان احنا appealing، يعني مشتهين، يعني يبقى شكلك مثير للشهوة، مثير للشهوة. ممكن ما تعملش حاجة قاعدة كده زي الصورة، بس انت مثيرة للشهوة، في حاجات، حركات في اللبس، في البتاع، في النظافة، في الريحة، في الكريمات اللي حطيتي، في كل تفاصيلك، تمام. النقطة اللي بعدها هي شبهها شوية، وهي الدواعم الخارجية، يعني انت عارفة ان انت بتستحي وكذا وكذا، خلاص شغلي موسيقى جنبك، شغلي اصوات بحر، مية، مش عارفة ايه، حاجات كده ريلاكسيشن، عارفة اللي هو عارفة اللي هي حاجات زي بتاعت المساج، شغلي شموع، شغلي اجواء، هاتي نور خافت، نور لا خالص انا ما ينفعش، بتتكسفي قوي قوي قوي، يبقى هاتي اضاءات اللي هي ليها الوان، اللي هي مثلا لون احمر، لون اصفر، لون خفيف، شغلي اللي هي الاباجوره اللي بتبقى على جنب بدل الاضاءه الاساسيه بتاعت الاوضه، لازم الغرفه لو غرفه نوم، مفيش انسانه تتجوز كده، ده انت لو هتشحتي مش هتتناموا على مرتبه تجيب اباجوره، لان الاباجوره يعني غرفه نوم دون اباجوره هو السحر كله في الاضاءه اللي هي الجانبيه في الجواز. يعني لو يعلمون الازواج ما في الاضاءه لا يعني لحبوا حبوا ليها، الاضاءه سحر في الجواز، سحر. فانتبهي ان الاضاءات تكون خافته وكده، ساعدي نفسك انت بتستحي، يبقى الاجواء ايه؟ الاجواء سخنه، الاجواء ايه؟ سخنه، فاعملي اضاءات واعملي حركات عشان تساعدي نفسك. اوكي طيب النقطه السادسه او اللي بعدها، انت واحده بتستحي جدا تمام ومش عارفه تعملي ايه وكده، محتاجه حاجه واحده بسيطه جدا، حاجه يعني هبله جدا ان انت ممكن تعمليها، قربي مني. انت صعب عليكي مثلا تبدري، يعني مش عارفه اقول هتبدري بايه، بس يعني كل ده قلناه واكثر في الاسكورسات، بس يعني بتبدري بحركات معينه، انت مش هتعرفي تبدري، خليكي قريبه، قربي بجسمك، قربي بجسمك، يعني اقعدي جنبه، حطي راسك على كتفه، حطي راسك على صدره، يعني دايما خليكي قريبه جنبه بحيث هو اللي يبقى عنده فرصه يعمل اكشن. لكن لو انت قاعده في اخر كنبه وهو قاعد في اخر كنبه، انت متخيله يعني هتخلفوا ازاي؟ اللي يعني عارفه اللي هو المبدا اللي هو بيقول لك مش عارفه ايه اللي يكسف من بنت عمه ما يجيبش من عيال، هي حاجه شبه كده. فانت قاعده في اخر الدنيا، مش كل الرجاله هيقوم مره، هيقوم اتنين بس، بعد كده هيفطر، هيفطر بيبي، هيفطر، مش هيفكر فيكي، هيقلب بقى في الانستجرام وهيروح على التيك توك وربنا يستر. فانت لازم تكوني جنبه قدر الامكان، انت بتتكسفي يبقى اقعدي في حضنه، اقعدي ايه. طيب النقطه اللي بعدها هي اقرأ شويه لو قدرتي، انت مش بتقدري تعملي حركات سيكوبيكو قوي، الحركات السيكوبيكو احنا قلناها في الكورس وشرحناها. طب مش قادره تعملي حركات سيكوبيكو تعملي ايه؟ يبقى تعمليها حركات رومانسيه، مش قادره يعني في جراءه ان انت تعملي حركات سخنه، يا يبقى هتعملي حركات رومانسيه. رومانسيه زي ايه مثلا؟ امسك ايده، امسك صابعه مثلا، انا عامله راس، معلش حركات اللي هي بتاعت اليتامى، اعملي حركات يتامى عادي. ليه؟ هو الراجل يعني ست جنب ريحتها حلوه ناعمه مزه مش عارفه ايه 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 بتنعم، هو الراجل مش هي ايه، هو هيبادر بقى، انت كده كانك بتعملي انك شقيه، انت عيله غلبانه وعلى قدك بس قليعه. ف كل برضو الكلام ده هيسلك معانا سنه
سنه يعني او ايه او تطور. ده في ناس متجوزين بقالهم 18 سنه ولا حاجه من اللي انا بحكيها دي. ده ياما جولي في الاستشارات يعني ياما 18 و10 و5 وكله في الضياع القديم. فلا في كتير متجوزين ويعني ما فيش خالص. بس برضو هيبقى خطوه ايجابيه. بس الكلام ده يعني الحلقه دي تشتغل معاكي سنه كده. بس الراجل هيكون هتلاقيه بقى اكتف جدا وبقى فظيع وبقى بيحبك وبقى مبادر والعلاقه بقت احلى وكده. بس هو بقى هيبقى مستني الليفل اللي بعده. الرجل العربي لا يشبع هيبقى مستني اللي بعده. هيبقى مستني بقى ست جريئه بقى اللي هو كان بيحلم بيها اصلا. فانا كده بساعدك في اول خطوه. بعد كده انت بقى ايه هنتجرأ بعدين. بس يعني ايه خلينا نكون واقعيين. من واحده يعني قاعدة عامله كده مش هتبقي يعني صوفيا لورين على طول. لا هنبقى في مرحله في النص. احنا بقى في المرحله دي دلوقتي. طبعا عندك في مميزات يعني في حاجات كتير جدا بالذات الستات الخجوله مش قادره تقولي لجوزك في وشه كلام سكسي كلام حب مشاعر كده. اكتبي يا ماما تنترر انت اكتبي بعتي له رسائل كذا كذا انت امبارح كنت لطيف قوي لمس دربي اقعدي اكتبي وامسحي واكتبي وامسحي خشي على جوجل شوفي حاجات شوفي كلمات اغاني اي حاجه الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه وابعتي. المهم ان انت اكتبي. انا مش بعرف اقول لجوزي مشاعري مش بعرف اقول له انت حلو مش بعرف. اكتب اجيب له صوره قديمه واحطها انت عارف هنا كان شكلك امور قوي الطقم ده اللون عليك ده بينطق اللون يا ماما بيسمعوا يا ماما الراجل انت فاكره ان الراجل ما بيتاثرش بالكلام لا بيتاثروا زميلته في الشغل واو النهارده انت انيق صراحه بجد فاضي بعد الشغل انا فاضيه انا على طول فاضيه ف اسمه ايه ده فانت لازم تفهمي انه انت لازم تاخدي خطوه اوكي فاكتبي اكتبي رقم 2 غير الكتابه مش قادره هو مش بيعرف يشوفك مش بيلحق صوره حلوه صوره حلوه احنا شرحنا في الكورس ازاي اصلا تبعتوا الصور شكل الصوره يعني حتى وريتهم ازاي الصوره بوزيشن الصوره ايه الصور بتجيب مع الرجاله في الرجاله كده اللي في صور معينه هم بيحبوها واي ست في الدنيا بتطلع حلوه في الصور دي اي ست باي كيرفات باي شكل بأي هي بتطلع حلوه في الصور دي فابعتي لجوزك صور في حاجه في ابس كتيره سيف لو انتوا الاثنين عندكم ايفون لو اي مسج لو 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 في سكيور حاجات بتبقى في حاجه اسمها هايد فايلز في الموبايلات يعني ملف مخفي محادثه مخفيه خلي ليكوا يعني زي محادثتين محادثه اللي هي هات لنا اكل الطبيخ جاي العيال عملوا على نفسهم دي وجروب تاني او محادثه تانيه اللي هي فيها الكلام اللي كده عشان ما تفتحيش مثلا حاجه توريها لاولادك فتفتح دي عادي يا ستي عادي مشكلة سبحان الله العظيم الولد والبنت دول بيفتحوا بقى يشوفوا ابوهم وهم بيتكلم واحدة يعني مراهقة 16 سنة في شمال جبال القلب يعني مشكلة سبحان الله انه برضو بهم برضو العيال اللي انت كنت مش رافضة تعملي كل حاجة حلال مع جوزك عشانهم بيشوفوا بس مع ابوهم بقى عم ست تاني او في حاجة حرام فمش عارفة احنا بنعمل ايه بصراحة فساعدي نفسك خلاص طيب ايه تاني طبعا حاولي تساعدي نفسك ان انتوا تعملوا اكتيفيتيز سوا انا خجوله يبقى بزود الحاجات اللي ممكن نعملها فتحصل مواقف مضحكه يعني مثلا تلعبوا رياضه سوا فتلبسي طقم رياضي شيك كده جامد انتي مش بتقدري تعملي حركات مثيره يعني مش بتقدري تعملي تتلوي بجسمك بطرق معينه اوكي فانتي ممكن تكوني بتمارسي رياضه فما شاء الله تبارك الله التمرين يبقى في حد ذاته اغراء فانتي مش يعني انتي بتساعدي نفسك انك بتنوعي في الحاجات اللي بتدي فرصه لجوزك انه يشوفك في وضعيه مغريه تمام طبخ مسح تنظيف بيت ننظف سوا نلعب رياضه سوا نلعب تنس سوا اي حاجه سوا اوكي ممكن مثلا لعب البلاي ستيشن او كذا تبقي جريئه في اللعب وتحاولي بقى يعني تتحمسي فتشتمي بقى او تعملي او تجيبي بقى ايه لعبه اللي هي بتاعت المصارعه تقومي جايبه لها ملبسها بكيني بقى وكده قال يعني بنت شقيه بقى فاهمه بنت بقى مخلصه بقى وجايبه مختاره بقى اللي هي في المصارعه اللي بقى ايه رسمه تاتوهات وبتاع عارفه انت اللي يعني لما تبقى بنت بتتكسف قوي فتبقى عامله كده ستيكر كده لنفسها حاجه شبه كده الغريبه بقى ان الست لازم بقى تفهمي العقليه بتاعت الرجل لما بيبقى بيتجوز واحده خجوله هو يعني واخد باله على فكره ان انت خجوله يعني هو ما اتجوزكيش كده اعتباطا هو بيحب كده شعري بس هو برضه زي ما قلت لك هو مهما يحب يا بنت الحلال بيزهق الراجل يحب بيزهق برضه
طيب في حاجه نقطه مهمه جدا انت محتاجه تفهميها، رجل الست الخجوله لازم تبقى ايديها ورجلها حلوه. ازاي ما تساليش هو يعني ليه ما تفهميش؟ هم بيحبوا ليه؟ لان هو بيبقى بيشوف اطرافها هي في الاغلب مكتوبه في نفسها، فبيبقى لازم ايدك ورجلك يا ستي يا خجوله تبقى جميله جدا وناعمه ومتظبطه، وكريماتك وحاجتك وشايله الكيوتيكلز شايله الزوايد مظبطه، بديكير اصرفي على البديكير والمانيكير، حني حطي اللي هي الضوافر اللي بتتشال، حطي مانيكير وشيليه، حطي وقت الدوره، المهم ان انت ايديكي ورجليكي يبقوا ناعمين وحلوين. ليه؟ الست الخجوله جمالها في اطرافها ليه؟ هي دايما كده شكلها عامل زي الورده المقفله يعني، فايه اطرافها مثيره. اوكي مش غلط ان انت عشان خجوله انك تعوضي ده بالامتنان والشكر والكلام الحلو كتير. انت يا خجوله مش تعرفي تقولي له بقى ايه ده انت جامد، ده انت مش عارفه ايه، مش هقدر اقول قوي، ياما قلنا وياما عملنا في الكورسات، بس هقول لك انك تقعدي تقولي كلمات تدل على النوع من انواع الامتنان، الشكر، تشكري قوي، شكرا حبيبي، تسلم ايديك، ايه تسلم لي، شوفي يعني انت مش محتاجه تقولي تقبرني، تسلم لي، افديتك افديتك، يعني انت بما انك خجوله يا بنت الحلال ساعدي نفسك. ايه هنساعد نفسنا بايه؟ يعني لو انت خجوله بس عارفه في ممتنه كده مكسوره كده كيوت، شي از كيوت، عسوله كده كل شويه شكرا تعبت نفسك، صوتك ناعم عشان انت خجوله بقى. فقال ايه بقى؟ ما هو انت مش هتبقي خجوله وعصبيه، مش هتبقي خجوله ومبتتكلميش حلو، مش هتبقي لا ده كده شيله تقيله قوي. يبقى احنا تلات اساسيات، خجوله دي عسوله جميله اطرافها حلوه اموره ناعمه بتروح تلزق فيه كده، فهو قال يعني هو اللي بيبادر. اوكي الكلام ده ايه؟ ها افتحي كده اول بقى. بس برضو خدي الكورس عشان ايه؟ انت يعني موضوع شويه هيتحرق، هيبقى ادم هيبقى عايز الليفل اللي بعده. انا قلت لك دي هتساعدك ان جوزك يشوفك بدايه المرأة مثيره، بدايه لمراه ايه؟ مثيره. لكن عشان تقعدي انت لوحدك لازم بقى، ما هو برضو بيبقى ايه في دماغه الست اللي بتتلوى دي ما بتروحش من خياله، مش تبقي الست اللي بتتلوى دي، خدي كورس الاغراء. اوكي طيب كده بقى قلت لكم يعني اساسيات للمراه الخجوله تتعامل مع جوزها ازاي، اكتبوا لي تحت في التعليقات رايكم ايه، وايه تاني ممكن الست الخجوله تساعد بنفسها غير انها تطبخ حلو، يعني كل الستات بيلعبوا على دي، احنا عايزين تجديد يا شباب. اوكي اكتبوا لي تحت في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. اشوفكم على خير، مع السلامه.